جزاك الله خير. شكرا واحدة بس واحدة. مضخة ممكن؟ لا تلمسها لا تلمسها حقيقية. عادي اتكلم. السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير. الله يحفظك. تفضل. نتكلم هنا لفرق من بين رئات انسان سليم ورئات انسان مدخن. هذا مدخن اكثر من 10 سنوات. الفرق في عمليه اللي هي التنفس. شوفيه عندك هذه ما هي مكتومه، يتنسم منها الهواء بسهوله يخرج ويطلع، لكن هذه تشوف حجمها يكبر لان الهواء ما يتنسم منها بسهوله، عشان كذا تلاقي دائما المدخن يتعب يلهث، نفسه ما هو بسليم، عندها انضرت الرئتين. اثر الرئتين هذا عليه اللي هو القطران، هذا لو دخن بس سنه واحده هذا هو السواد اللي يدخل في جسمك كلياته. من ثم من بعد 5 سنوات يصير يظهر كل اسبوعين ذا البلغم من جسمك. هذه الاضرار اللي تصير بالرئتين، مو فقط الرئتين، شوف الاضرار اللي تصير بالجسم اللي عندك هنا اللي هي انسداد الشرايين، جلطات قلبيه، جلطات دماغيه، ممكن وفيات المواليد، ممكن تشوههم، سرطانات، اكثر من 20 نوع من السرطان يؤدي لها التدخين. هذه بعض المكونات الموجوده في السيجاره. السيجاره الواحده يقول لك فيها اكثر من 7000 ماده كيميائيه، منها 60 ماده سامه مسرطنه، بحيث ان 25% من السرطانات ووفياتها سببها التدخين. عند المراه المدخنه 30% ترتفع اللي هي خطر إصابة سرطان الثدي. هذا بالنسبة للمدخن بشكل عام. حتى اللي جالس المدخن يقول لك المدخن لا شرب 4 سجاير، المدخن اللي جالس معك أنا شرب له سيجارة وهو ممسكة في يده مجرد أنه قاعد يتنشق هذا الدخان الموجود. سبحان الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بارك الله فيك.